مصلحتي نسكوحي. يا مرحبا. شعار موزايك شنية؟ وصل صوتك. وخدمة الصحف في زيادة انه وصل صوت الناس. اليوم طفل صغير محليه كي اسمه فادي سألني في الشارع قال لي انت مع شكون تخدم معناها من المعروفين؟ قلت له نخدم مع رمزي عبد الجواد. معناها شو يرى رمزي هل تعلم؟ ايوه هاي يا اخي حاب يسجل حاجة وما على الرسول الا البلاغ. ادي راك ماسط 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 اقسم بدين الله بطل من خدمة. انا ما قلت شيء. ونرم الماي وصلها مع الصحافي مش معك. هو الصحافي اعطاني التليفون قال لي برا صب بنتي. اما بالنسبه للي فاتوا خطاب الرئيس البارح حاول نعطيكم ملخص طوله 23 ثانيه. مش مشكله هي مشكله كبله ساعات. انا ما واحد جسكم في نهجه ثينه كيفين. انا الماي يعرف المشاكل هذه بالقديه التقنيه. برا نمشيو لموضوعنا اليوم. احنا بلاد الحقيقه مع الناس استراتيجيه للاطفال والشباب. بو مع الناس استراتيجيه لحتى شيء. الحمد لله يا ربي الفقر مش عيب وما يعيب الدولة شيرة. هذاك علاش اليوم أنا مشيت للأطفال متاع كوليج ريدلينين قلت خلي نسألهم على طموحاتهم شنو يحب يخدم كي يكبر بشنو يحلم ونبدأ بأمان الله. كي تكبر شنو تحب تخدم؟ أي حاجة. إيه معناها شنية لأي حاجة؟ أي حاجة شنية أي حاجة. إذا مش خدمة هكا تحب تخدمها؟ أي حكي هي تبارك وتمش فيها خدمة من توا صغير أنت بتقول لك هي اللي هي برجولي يا صاحبي سؤال مش في بلاصتي. مش في بلاصتو عليه انا صعب بدلا ايش تحب تطلع تخدم انت نهاري خشني تحب تخدم توا انت تقرا تلميذ نهاري خشني تحب تخدم اه تحب تخدم يلعب يا معلم مش مدخلك انت ايش يا صاحبي خلنا سامحني يا اخوي سميع محليه لا يفهم عايش نشكر امان الله على رحابه صدره طموحه الكبير. انا قلت ايش تحب تخدم قال لي اي حاجه راكو ما يتشرطش يقولوا الشباب يتشرط ماهوش يتشرط الشباب قول لهم احنا بعد قال لهم احلى الايفون ريتو انا شعر الايفون تقول ايش تحب تخدم انا ذاك علاش هربت مشيت تجري بون نشوفوا له اي اللي طموحه مختلف وفاهم روحه شنو يحب يولي. كي تكبر شنو تحب تخدم؟ ما نحبش نخدم نحب نطلع جوار. انا اي خدمه جوار يعني جوار بالذات خاطر فما برشا جمهور يتفرج فيك ويشجع وكل شيء كاو فلوس ليه بتبيع هذيك ثاني حاجه اي اي كوارجي في بطوله ما فيها استعداد قولش عليك في بلاد عندها نواب ما عندهاش برلمان اي با فمن هذي بيه تكبر وتولي كل مساكني يا عشيري فلوس ودنيا الكوره ومقلت الناس المهم رد بالك من الانستغرام حتى برشا ما ويهبره. نمشيو ليوسف اللي زاد اسالناه شنو يحب يخدم وقال لنا راه نحب نخدم كوارجي وتقريبا كلش كامل يحبوا لي كوارجي يعني بنات ولاد ما يسالش. قلت له ليه عاد هات حاجه اخرى فمش خدمه اخرى باركور بوليس علاش بوليس بالذات بوليس شكي هكا بوليس كاو اي بوليس علاش ليه معناها تنجح شنو بوليس شنو كوارجي وتعرفش شنو وجه الشبه يا ابو بكر بين البوليس والكوارجي؟ لا الزوز ما يحبوا السراول. نواصلوا مع فادي اللي يحب حاسيله حتى هو زاد كي يكبر يخدم خدمه مضمونه. باهي كي تكبر شنو تحب تولي؟ انا اللي يجي اللي يجي فهمت يخدم في الجيش خير ولا في الامن تحب في الامن؟ اي علاش الامن بالذات؟ فيها اكشن ليه شيخه فيها هكا تمشي وتشد السلاح وتوقف لعبيه خدمه محليه دلول وتخلص لباس وتن على عائلتك وكهرباء وده زيد تقول لك تدخل الجيش نقص حمايه الوطن كهو اي كهو ذاك نقص معناها هي خدمه دلوله راه منها تحمي ومنها تحمى. المهم معناها خدمه ولازم معنوياتك مرتفعه ما تخلي حد يمس من معنوياتك رد بالك. وختام مهام مسك تحيه راديو مسك بالله نختموا مع عبد الرحمن والمهنه اللي يحلم بها. باك انتك باش تحب تولي رئيس جمهوريه علاش رئيس جمهوريه بالذات هكاك عم نحكوا في العباد مش حاجه اخرى تامع فيها في الخدمه تاع رئيس فلوس والديار والقصورات ما فهمتش حاب يقول لي رئيس ولا كدريم هذا معناها اما هكا نجم نقولوا لي انت وكدريم كيف كيف ما تقول لي ما ولاش رئيس كدريم هو بده يحب معناها كيف كنتوا زوج تحبوا تولي الرؤساء اما راهو في الاخر راهو باش تحكم في العباد ماكش مطالب تولي رئيس فما برشا خدم يخليوك تحكم في تونس كيما مثلا 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 مدير ديوان رئاسي. فكرة شبيبة مصلحتي نسكوحي.